كفي عن هذا، نحن في المدرسة. إن دخلت مس جايف سوف تعاقبنا جميعا. إن دخلت مس جايف، ليدي ديفا لا تخوفيني، تبقى 10 دقائق لن تأتي الآن. تعتقدين أن هذا الحلق مخالف لتعليمات المدرسة؟ هدية ماذا يا معلمة؟ لقد أحضرت لكن حقائب مدرسية. هدية عبارة عن حقائب مدرسية جديدة. يا الله، ماذا سوف أفعل بقريبتي الجديدة؟ لقد جننتني. أحب كتابة الشعر. ما أجمل صيحات الموضة الجديدة. أريد أن أتفوق هذه السنة أيضا. أريد أن أكون الأولى. سواك، هل تعتقدين أن هذا الحلق مخالف لتعليمات المدرسة؟ نعم يا ليدي ديفا، انزعي. مرحبا مشرفة أبتاون، لقد اشتقنا إليك. وأنا أيضا اشتقت لكن. ها؟ دالي، ما هذا الشيء الذي أحضرتيه إلى المدرسة؟ هذا مخالف. آسفة، لم أكن أقصد، لكن لا أعلم أين أضعه. آسفة، لن أحضره مرة أخرى. دالي، هذا مخالف لتعليمات المدرسة. سوف أضعه عند المعلمة كوكي. لا نريد مشاكل هذه السنة. لا أحد منكم يخالف التعليمات. انظر يا سواك، قالت لا تريد مخالفات. الكل مخالف إلا أنا وأنت وكلاس. انظري ماذا تفعل دباس. أعتقد أنها تقرأ مجلة الفاشن. هي دباس، ماذا هنالك؟ ما هذه الحقيبة التي تحملينها؟ هذه حقيبة سفر؟ هذه الحقيبة أحضر بها جميع مستلزماتي. سمعتي؟ تحضر كل شيء مخالف للمدرسة. لا أعلم لماذا يخالفنا التعليمات. المدرسة مدرسة. باس، أنت تعلمين أنا معجبة كثيرا بأناقتك. ما هي آخر الفساتين التي اشتريتيها؟ سمعت أن آخر سفرتك كانت إلى باغي. أنا أحب كثيرا باغي. أرجوك أريني الفساتين التي اشتريتها. شكرا لك يا دالي على هذا الكلام الجميل. نعم، أنا كنت في فرنسا واشتريت أجمل الفساتين. سوف أريكم إياها. أنا متحمسة. هي دالي، كفي عن هذا، نحن في المدرسة. إن دخلت مس جايف سوف تعاقبنا جميعا. إن دخلت مس جايف، ليدي ديفا لا تخوفيني، تبقى 10 دقائق لن تأتي الآن. هيا يا دباس. لا، إن أتت مس جايف سوف تعاقبنا. لا نريد أن نتعاقب هذه السنة، إنه اليوم الأول. حسنا، إن كنت تخافين اذهبي وقفي على الباب كي نسيطر على الوضع. هيا، أريد مشاهدة الفساتين. يا لك من مستفزة، سوف نتعاقب. إن كنت تخافين أن تتعاقبين، أولا انزعي الحلق لأنه مخالف. يا لك من مستفزة يا دولي، سوف أراقب الباب إن أتت مس جايف. هو الفستان الأول. واو، إنه جميل جدا. إنه فستان في غاية الجمال. أرجوك بعد أن ترتديه أعيريني إياه. ما هذا الاستهتار؟ تأتي بالثياب إلى المدرسة؟ هذا شيء مخالف. ماذا سوف أقول لهم؟ سوف يكرهونني إن تدخلت. أنا مكتئبة جدا من قريبتي الجديدة. قريبتك الجديدة ما بها؟ أتت بذلك الديناصور المشاغب، لقد دمر لي المنزل. هاي صبايا، هيا كل واحدة إلى مقعدها، لقد أتت مس كوكي. قلت مس كوكي، مس كوكي لا تخيفنا. كل هذا الخوف، نحن في المدرسة ليس في السجن. دعوني الآن أنزع الحلق، لا أريد أن أخالف. أتت المعلمة، أخفي هذا الفستان. صحيح، نسيت. صباح الخير يا صبايا، العدد مكتمل. حسنا، الآن سوف أعطيكم امتحانا قصير. امتحان قصير؟ لماذا؟ هذا اليوم الأول. مس، امتحان ماذا؟ أريد فقط مراجعة المعلومات التي أخذتموها في السنة الماضية. فرصتك يا كلاس لكي تبدعي. والتي منكم تجتاز الامتحان القصير وتأخذ علامة كاملة؟
سوف أحضر لها هدية. واو، أنا متحمسة. هدية ماذا يا معلمة؟ لقد أحضرت لكن حقائب مدرسية. هدية عبارة عن حقائب مدرسية جديدة. حقائب مدرسية في غاية الجمال. واو، أنا متحمسة. وأنا كذلك متحمسة مثلك. ها؟ حقائب في غاية الجمال، لكن هي فقط ثلاثة ونحن سبعة. أعلم هذا. ها هو التحدي الذي سوف يصبح بينكم. التي تأخذ علامة كاملة في هذا الامتحان القصير سوف تحصل على هذه الحقيبة. هيا لكي تبدأ، فقط معكن خمس دقائق. هيا 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 هيا، أنا متحمسة، أنا سوف أفوز. وأنا أتأمل هذا. أنا لا تهمني هذه الحقائب، أحضر أجمل منها. هيا، لقد انتهت الخمس دقائق، سوف أجمع الأوراق فأرى من منكن فازت بهذا التحدي. أنا لم أحل شيئاً. أعتقد أني سوف أفوز بواحدة من هذه الحقائب. وأنا كذلك. 5 minutes later. سواغ، ليدي ديفا، وأيضاً كلاس، أنتم فزتن بهذه الحقائب. ياي، نحن الذي فزنا. هيا يا صبايا لكي نختار لوننا المفضل. هيا هيا. مرحباً بكم أصدقائي، دعونا اليوم نفتح ونستعرض هذه الحقائب المدرسية الجديدة. تبدو حقائب في غاية الجمال. تضم هذه الحقائب أكثر من 55 مفاجأة. واو، جميل جدا. سوف أبدأ بهذا. انظروا إلى العلبة من الداخل. هيا انظروا إليها. واو، تبدو حقيبة حقيقية لكنها مصغرة. هيا نتعرف على ماذا تحتوي الحقيبة الأولى. دعونا نتعرف. تحتوي على هذا الفايل، هذا لكي نضع به الأوراق. لنتعرف أكثر. ما هذا؟ واو، هذا قلم تلوين لون الأخضر، كان لون الحقيقي. واو، هيا لنرى أيضا. تحتوي على هذه النبتة، نبتة الصبار، جميلة. سوف نضعها على مكتب المعلمة. وأيضا تحتوي على هذا الدفتر، دفتر حقيقي لكنه مصغر. أحببت فكرة هذه الحقيبة، جميع الأشياء حقيقية. وأيضا أتت بهذا قلم رصاص. هذه الحقيبة سوف نعطيها لكلاس، لذلك سوف نكتب كلاس هنا. لنتعرف أيضا. يا يوجد هذه المسطرة، أيضا مسطرة مصغرة، أحببتها كثيرا. ها قد انتهت الحقيبة، حقيبة جميلة جدا. وأيضا يوجد هنا علاقة، أيضا هذه الحقيبة تنفع أن نضع بها النقود. كلاس، وها هي الأشياء التي حصلت عليها كلاس. دعونا نرى أشياء ليدي ديفا. يجب أن تكون الأشياء أيضا مختلفة. هيا لنرى. واو، أيضا أشياء مختلفة. حصلت أولا على ستيكر قلب. انظروا، حصلت على الألوان. انظروا إلى هذه الألوان المصغرة، ألوان جميلة، أشياؤها في غاية الجمال. وأيضا حصلت على هذا، نرى إن كان يعمل. نعم، إنه يعمل. ها هو الشريط اللاصق. هذا الدفتر عليه صور كاندي. تعرف أيضا. وأيضا أتت بهذا الفايل، عليه صورة كب كيك. وأيضا حصلت على ستيكرز. انظر إلى هذا الستيكرز، هو في غاية الجمال. هيا أشياء ليدي ديفا، دعونا نرى أشياء سواغ. هيا يا سواغ، هيا لنرى يا سواغ على ماذا حصلتي. واو، حصلت على، أعتقد أنها نفس الأشياء التي حصلت عليها ليدي ديفا. ها هو الشريط اللاصق، وأيضا ها هو الدفتر لكن لونه مختلف باللون الأسود، وعليه ستارز،
عليه النجوم، وأيضا حصلت على هذا الفايل لوضع الأوراق باللون البنفسجي، هذا جميل جدا. وأيضا حصلت على الألوان، وأيضا ستيكر قلب، وآخر شيء دعونا نتعرف، أعتقد أنه رسالة. حصلت على مغلفات هنا لكتابة الرسالة. هذه الورقة لكي نكتب بها الرسالة ونضعه بهذا المغلف، ثم الشخص الذي نريد أن نرسل له هذه الرسالة في البريد. واو، رسائل جميلة، وأيضا أشياء أسواق جميلة جدا. هاي الأشياء المدرسية يا أصدقائي التي حصلت عليها الطالبات المتفوقات. أي حقيبة؟ سعر هذه الحقيبة يا أصدقائي 8 دولارات، لكن فكرتها في غاية الجمال. إن أحببتم هذه الفكرة لا تنسوا أن تضعوا لايك.